السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بأبنائنا الأعزاء، طلاب درس التميز النموذجية، طلاب الصف الحادي عشر. أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله يا شباب بعون الله وتوفيقه معنا الآيات، ثلاث آيات رقم 4 و5 و6 من سورة الممتحنة. وطبعا هذه السورة مدنية وعدد آياتها 13 آية يا شباب، 13 آية. مش حبايبي نستعين بالله، نبدأ بعون الله وتوفيقه، نسمع مع بعض إن شاء الله الآيات وبعدها نسمعها من الشيخ القارئ المسجل يعني، وبعد كده إن شاء الله نحاول نفهم معاني الكلمات ومعنى الآية بشكل عام. الحين إن شاء الله أقرأ لكم الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. يلا حبايبي إن شاء الله نسمع مع بعض الشيخ وهو بيقرأ هذه الآية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. كده شباب سمعنا الآيات أكثر من مرة، نتمنى أن نكون عرفنا القراءة الصحيحة حتى نحفظ شباب الآيات حفظا جيدا وسليما. طيب، ربنا بيقول قد كانت لكم أسوة حسنة، طبعا هنا الخطاب للمؤمنين، وكلمة أسوة حسنة يعني قدوة صالحة. في إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين، هؤلاء قالوا، يعني قالوا للكفار والمشركين إنا براء منكم، يعني إحنا متبرئين من الأصنام اللي أنتم بتعبدوها، إنا براء منكم. طيب، كلمة كفرنا بكم يعني إحنا جحدنا بكم ولا نعترف لكم بقرابة ولا أي صلة بينكم وبيننا ما دمتم غير مسلمين، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. كلمة بدأ يا شباب يعني ظهر، تمام، يعني ظهرت العداوة والبغضاء بيننا إلى الأبد، مدام طبعا هم كفار، حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني حتى تدخلوا في دين الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، أناب عن رجع، يبقى أنبنا عن رجعنا. طيب، إليك المصير يعني إليك المرجع يوم القيامة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني يا رب لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا. دي معنى كلمة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ماشي يا أحباب. لقد كان لكم في أسوة حسنة، يعني في هؤلاء السابقين احنا ذكرناهم اللي هم سيدنا إبراهيم ومن معه من المؤمنين الذين تبرأوا من الكفار، لقد كان لكم في أسوة حسنة. طيب، من الذي يستفيد؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر، هؤلاء هم الذين يستفيدون من ذلك. طيب، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يتولى يعني يعرض، يعني لم يدخل في الإسلام، فإن الله غني عن هؤلاء وأمثالهم، لأنه لا يستفيد بعبادتنا ولا يضر بمعصيتنا سبحانه وتعالى. ماشي يا أحباب. طيب، تعالوا حبايبك إن شاء الله على خير، نعرف مع بعض ما ترشد إليه الإيه الآيات. يلا حبايبي، واحد حكاية بسرعة. هنتفضل ابن رقم واحد. تمام، نقتدي بالأنبياء والصالحين، ممتاز. اللي بعده، كفو، بارك الله فيك، حرمة موالاة الكافرين، تمام، لا تتخذهم نصراء وأولياء. رقم ثلاثة اللي بعده، تمام، موضوع العداوة والبغضاء، هذا بسبب يعني كفرهم بالله، فبالتالي بيكون في عداوة وبغضاء بيننا وبينهم لعدم إيمانه بالله. رقم أربعة اللي بعده، نقطة مهمة، لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو في قرابة لا يجوز الدعاء لهم ولا الاستغفار لهم مدام لم يدخلوا في الإسلام. رقم خمسة، تضرع إلى الله كما تضرع هؤلاء المؤمنون. ها، رقم ستة، تفضل يا ابني. حلوة، لا يجوز الاقتداء في غير الحق والمعروف مهما كان المتحدث به، يعني لا يصير انت تقتدي باحد في غير الحق، تمام،
لكن تقتدي برسول الله وبالسلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. طيب رقم 7 اتفضل يا حبيبي. ها حلوة، نقوي إيماننا إن إحنا نمتثل طاعة الله ونتبع المعاصي. رقم 8 ها اللي وراه، يا سلام ممتاز حبيبي. الخوف من الله وحده والتضرع إليه في وقت الشدة والرخاء. يا شباب تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رقم 9 ها اللي بعده، أحسنت يا حبيبي، القدوة من أعظم وسائل التربية. ما يصير يا شباب أني واحد عن شيء وأنا أفعل هذا الشيء، أنهى عن التدخين مثلا وأنا أدخن، ما يصير. لا تنهى عن خلق وتأتيه مثله، على عليك إذا فعلت عظيم. تمام، يبقى القدوة أمر مهم وعظيم في التربية. ماشي حبايبي، كده خلصنا الآيات، بارك الله فيكم ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.